حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث أمريكي جديد يؤكد أن الذين يتمتعون بنظرة إيجابية تجاه الحياة يتمتعون بصحة أفضل. فقد كشف بحث أمريكي جديد أن نوعية نظرة الإنسان إلى الأمور من حوله تحدد نظام المناعة لجسمه، حيث تقول هذه الدراسة إن النظرة الإيجابية في الحياة لها تأثير مفيد جدا على الصحة وتعزز نظام المناعة في الجسم. هذا الكشف قد يكون له تأثير كبير على أساليب العلاج. وطبعا هذا البحث الذي أجري بين هو بحث مشترك بين جامعتي كنتاكي ولويزفيل، كشف أن الشعور المتفائل بخصوص المستقبل قد يؤدي لشعور أفضل في الواقع، وأن التفاؤل مفيد للصحة، إذ أن من شأنه أن يعزز قدرة الجسم على محاربة العدوى أيضا. خلصت نتائج هذه الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس إلى أن قوة الاستجابة المناعية للجسم ترتفع أكثر بين المتفائلين، وتكون الاستجابة بطيئة بين المتشائمين. طبعا في دراسة سابقة تبين أن التفاؤل مفيد للصحة، وقد يمنع إلى حد كبير فرص الإصابة بالسكتات القلبية أو حتى الموت، سبحان الله. فجميع الدراسات العلمية تؤكد أن تفاؤل الشخص بالمستقبل يتم التحكم به من خلال جزء صغير في مقدمة وسط الدماغ. طبعا هذه الدراسة أظهرت أن تلك المنطقة الخاصة بهذا التفاعل وهذا التفاؤل تقع في العمق خلف العينين، هنا خلف العينين تتفاعل هذه المنطقة عندما تراود الشخص أفكار إيجابية. يعني عندما تفكر بشكل إيجابي نحو المستقبل تنشط هذه المنطقة. لذلك يقول العلماء إن المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، وأقل عرضة للإصابة بالسرطان أيضا وكثير من الأمراض الأخرى، حتى إن هذا التفاؤل يطيل العمر، كما أنهم يبدون أصغر سنا، سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، دراسة ثانية أجريت في مجلة جمعية القلب الأمريكية تؤكد أن هذا التفاؤل مفيد جدا لنظام عمل القلب، يساعد على استقرار وهدوء عمل القلب. طيب ماذا عن موقف القرآن والسنة؟ ماذا بالنسبة لديننا الحنيف؟ ماذا قال عن هذه الدراسات العلمية؟ إن الذي يتأمل آيات القرآن الكريم يجدها مليئة بالتفاؤل، بل تعلمنا كيف ننظر إلى الحياة نظرة إيجابية، فلا مكان لليأس في حياة المؤمن، لدرجة أن القرآن اعتبر أن الذي ييأس من رحمة الله كافر. قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الأحبة، حتى في أصعب المواقف التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم نجد الفرح يعم حياته. النظرة المتفائلة تسيطر على أفكاره ومشاعره وأحاسيسه. يقول تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظروا إلى قوة التفاؤل لدى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أصعب المواقف. لذلك خاطب الله المؤمنين أيضا ألا يحزنوا مهما كانت الظروف. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن القرآن اعتبر أن كل من يقنط من رحمة الله ضالا، شيء خطير أيها الأحبة. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
لذلك انظروا معي إلى هذا النداء الإلهي لمن ابتلي بالمعاصي بل وأسرف بارتكاب الذنوب والسيئات. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ركزوا معي أيها الأحبة على الكلمات: لا تقنطوا، لا تحزنوا، لا تيأسوا. تأملوا أيها الأحبة، جميعها أوامر مباشرة من الله تعالى لعباده ليصححوا نظرتهم إلى الحياة لتكون نظرة إيجابية. لذلك الملحد تجده يائسا. قال تبارك وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. لذلك نجد أن الدين له أثر مهم جدا على الصحة النفسية والجسدية للإنسان المؤمن. فكلما كانت ثقتك أيها المؤمن بربك أكبر، كلما تمتعت بصحة أفضل ومناعة أقوى. والآن أصبح بإمكاننا أن نقول أيها الأحبة بملء الفم: الحمد لله على نعمة الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.